طيب أول كم تاريخ اليوم؟ 25 23. إحنا بأي شهر يا أول؟ 5 أيار، شهر 5 يعني أيار. طب أول إحنا بأي فصل؟ الربيع. خلينا نربط مع مادة العلوم، أي فصل؟ الربيع. ماذا يأتي بعد الربيع؟ الصيف. الصيف. طيب أول جو الربيع إيش بكون؟ أخذنا جو فصل الربيع لطيف والشمس تظهر فيه، طيب إيش بتكون لون الأرض بساطر؟ أخضر. شو بطلع فصل الربيع؟ زهور. طيب ما هو جو فصل الصيف يا أول؟ حار. الشمس تطلع فيه لساعات طويلة. برافو يا أول، جلسة صحيحة. نركز مع مس مين؟ مش سامعة. مع مس مين؟ مع مس مين؟ تيتشر سارة يا خالد، هي اللي بتصور لنا بالحصة قاعدة، بس مين بيعطيكم الحصة؟ أنا. معلش، ماشي أول، جلسة صحيحة، نرفع ظهرنا منيح يا نايا، نركز. اليوم إن شاء الله بدنا ناخذ مادة اللغة العربية ضيف جديد وحرف جديد وآخر حرف رح ناخذه لهذا اليوم، جاهزين؟ طيب أول قبل ما نبلش خلينا نراجع مع بعض الحروف الموجودة على بصوت عالي. أول قبل ما نحكي رح نحكي صوت الحرف وليس اسمه. ما حرفنا
انه الاب والقط توأم توينز يا اول، بس عشان نقدر نميز بين القط والاب، القط شو في هون؟ علامة نقطة، والقط له علامة؟ لا. إذا ما حرفه لهذا اليوم؟ إيه. مش سامعة؟ إيه. أهلا؟ إيه. يلا كمان مرة، أهلا وسهلا بحرف القط. تمام يا أول؟ يعطيكم العافية.